تشارك جوازات منطقة جازان في تنفيذ الأمر السامي بمنع التجول وتأمين المحاجر التي خصصتها وزارة الصحة وتقديم الخدمات لأبطال الصحة لتأدية عملهم على أكمل وجه، وذلك ضمن الخطط الاحترازية والسبل الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده لنا الزميل عبد العزيز العواجي. شاهد. تشارك الجوازات منطقة جازان في تنفيذ الأمر السامي الكريم بمنع التجول وذلك بدوريات في المحافظات المتابعة لمنطقة جازان. تشارك المديرية العامة للجوازات منطقة جازان مع مثيلاتها من القطاعات الأخرى في تأمين المحاجر الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة. نتواجد الآن أمام أحد المحاجر التي خصصتها وزارة الصحة، ويتمثل عمل المديرية العامة للجوازات في تنظيم عملية الدخول والخروج من المحاجر، وأيضا إضافة إلى ذلك حراسة المداخل والمخارج للمحجر، وأيضا تقديم كل ما منه تقديم الخدمات لأبطال الصحة وكل ما يهيئ لهم العمل المناسب في المحاجر. المديرية العامة للجوازات من منطقة جازان التي تقدم هذه الجهود الكبيرة مع كافة القطاعات الأمنية الأخرى في الحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك تقوم بتأمين المحاجر الموجودة في منطقة جازان، أيضا في تطبيق منع التجول. هذه الجهود الكبيرة تقدمها الجوازات تنفيذا لهذه الأوامر السامية من قادة المملكة العربية السعودية في الحد من انتشار هذا الفيروس المستجد كوفيد-19. لبرنامج أخباركم عبدالعزيز العواجي، جازان. الشكر للزميل عبد العزيز عواجي، ايضا للمصور ماجد العماري، يعطيهم العافيه.